وبقية دقائق غدا ضمن برنامج الأحد الرياضي تتفذ الركلية وهدف هدف لصالح الترجي. معين الشعباني كنا نحكيه منذ قليل، قلنا أن مدافعين الترجي يقدموا للهجوم، يستغلوا طول القامة، يستغلوا الخبرة أيضا في محاولة لاستغلال الكرة الثابتة. هذا ما حصل في الدقيقة 17. معين الشعباني مدافع الترجي وقائد الفريق يستغل هذه الكرة الثابتة أمامكم على الصورة، يحقق الهدف الأول لصالح الترجي، الأسبقية 1-0.